السلام عليكم متابعات القناة، كديرة الغالية على قلبي، كلشي هو هداك. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، والله عندها شي أمنية في خاطر الله يحققها ليا. إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، حيت شحال وحدة كتقول لي مقلي كتلوحي لينا أختي ورديا الجديد. الحمد لله ديما كان فعلا غبرت عليكم واحد المدة مع المرض وداك الشيء، ولكن راه دابا ديما الجديد وراه وصفات ما تلقاهم في حتى شي بلاصه، واعرين بزاف البنات. وكنشكر البنات اللي في التعاليق اللي كيتفاعلوا معايا وكيجيبوا معاهم الوصفات النتيجه، الله يسهل على كل وحده والله يفك عقده كل وحده. واي واحد عندي شي امنيه في خاطرها الله يحققها ليها، كانت زواج كانت عمل كانت يعني اي حاجه. اليوم البنات طلبوا مني بزاف، البنات كيقولوا لي احنا عندنا امورنا متوقفه، معكسه لينا الدنيا، كي دوك الناس كيشدوا فيهم العين، كتشد فيك العين، كتشد فيك الحسد، عندك السحر، اي حاجه عندك هاد الوصفه ان شاء الله كتنحيها بقدرتي قادر. هاد الفوسي خويه على البنات وسهله وبسيطه. وبالنسبه للعيالات ولا البنات اللي كاينين في اوروبا كيقولوا لي حنايا يعني كيقول لي حنايا راه سميتو ما عندناش شي المكونات، بقى عطينا وصفه تكون سهله. جبت لكم الدريات ويا العيالات فوسيخه واعره، اتردك كيف يلاه الا يلاه تزاديتي كيف يلاه ولدتك امك، واي حاجه حطيتي فيها رجلك سبحان الله كيتسخر لك فيه الامور. يعني ما تضيعوش عليكم الفرصه وديروها، وراه ما فيها غير الملحه والحلبه، ولا كيف ما كنقولها الحلبه، يعني راه ساهله وبسيطه. هادي كتقولوا لي ديال هاد الوصفه تفوسيخه كتحيد القديم والجديد، كتخليك في ما حطيت رجليك كتكوني مرزقه ومربوحه، ولا عندك مشاكل ولا خدمتي الوصفات كيصدقوا لك منها شي مليون في الميه. والناس كيشدوا فيهم العين، كتلقى مثلا واحد الدري كتقول لك انا انفو يعني كنمشي لشي عرس ولا شي حاجه يعني كنجي مريضه وكنجي مهلوكه. هذيك راه غير العين والحسد، وراه العين والحسد ملي كيتجمعوا عند الناس التابعه راه كيقولوا شي حاجه خايبه. الله يحفظنا ويحفظكم ونجي جميع المسلمين. المهم البنات كنديروا في هذه الوصفه كنخلط كنهز واحد القدر، انا حطيت لكم غير شي شويه شويه، ولكن نتوما راه كتزيدوا واحد الكميه يعني اللي تكون كثيره شي شويه. المهم كدير واحد شويه ديال سميتو ديال الحلبه بحال هكا كيفما كتشوفوا، كديروا شويه ديال الحلبه وكديروا شويه ديال الملحه، كتخلطوهم كاملين البنات. هاد الوصفه بعدا تكوني على طهاره ولا ما تكونيش على طهاره ما كاينش شي مشكل. في اي وقيته درتيها في العام، درتيها في عاشوره، درتيها في رمضان، درتيها في اي مره، يعني دابا تشتي هاد الفيديو في اي وقيته ديريها، هزي شطيطك وديريها دابا 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 اش كتسنى. راه يمكن هاد الوصفه تفتح عليك بيبان ديال الخير، ديري النيه والحاجه مقضيه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم كتخلطوا هاد الحلبه وهاد الملحه، كتخلطوهم وكتقسموهم على سبعه الرزيمات، يعني مثلا انا نخلطهم ونقسمهم على سبعه الرزيمات، يعني سبعه نفرقهم على سبعه، راه باينه ومفهومه. كتخلطيهم وكتقسموهم على سبعه وكتهز البنات شي مجمر يكون شاعل مزيان، يكون مجمر شاعل مزيان البنات، وكديروا الرزيمه الاولى وكتخطاو عليها، كديروا الرزمه الاولى وتخطاو عليها، كديري الرزمه الثانيه كتلوحي عاوتاني الكميسه الثانيه، حيت كيف ما قلت لكم ملي كتخلطوا هاد الخليط كتقسموا على سبعه، كتلوحي المره الاولى وكدوزي على المجمار، كدوزي المره كتلوحي المره الثانيه الرزيمه الثانيه ديال البخور كتدوزي على المجمار، وهكذا هكذا حتى توصلي الرزيمه السابعه. الرزيمة السابعة البنات خصك تفتحي فيها كامل العقادي اللي فيك، كتفتحي السوتيان، كترقي شعرك، كديري شي طوان كتنحيهم، ديري شي خاتم كتنحيه، يعني ما كتخليش في الجسم ديالك ولا عقدة شعرك وكترقيه. واكيد راه كتكون معاك امك ولا شي وحده اللي تعاونك في هذا الشيء. ومعاك تروحي الرزيمة السابعة كتحيدي داكشي العقادي اللي فيك كاملين، دوك العقادي كيف ما قلت لكم تحيدي الكيلوت، تحيدي تفتحي السوتيان، ترقي شعرك، كتخطاي البنات سمعوني عافاكم البنات مزيان، كتخطاي على داك الشيء على داك المجمار وكتبخري مزيان وكتقولي يا كاف يا عين صاد احميني من شر عيني الحساد، كتقوليها سبعة المرات. شي فيديوهات كيقولوا كتقولها ثلاث المرات، لا كتقولها سبعة المرات وبشويه عليك، كتقولي يا كاف يا عين صاد احميني من شر عيني الحساد. راه البنات الوصفه ما تعكزوش شيء عليها، راه ساهله وبسيطه ما تعكزوش شيء عليها كيف ما قلت لكم. والا كنتي يعني الا كنتي انت ناويه ديريها شي حد كتكوني يعني كتلبسي حوايجك، مثلا دابا انت مثلا
عندك اختك في اوروبا ولا اخوك ولا شي حاجه، ولا انت ام بدير لولدك ولا شي حاجه، كتهزي حوايجو ما يكونوش شي مغسولين، يكون هو يعني لابسهم من قبل ما يكونوش شي مغسولين، وتعملي لي الوصفه. ولكن انت دوزي دوك تبخري دوك الحوايج، تبخري دوك الحوايج يكون في باقي دوك الحوايج يكون في العرق ديالو، يعني يكون مثلا لابس شي تيشيرت ولا شي حاجه ما عمرو تغسل. راه البنات وصفه كتقولي، الا كان يعني ولدك اللي بديري ليه هاد الوصفه كتقولي يا كاف يا عين صاد احمي فلان ابن فلانه من شر عين الحسد، يعني مثلا سميت ولدك وسميت امه وسميتك هتية، ولا بديها لراجلك عين فوسخه واعره شامله، ولا ما كتخسر والو الا بدي ديرها لولادك، بديرها لدارك ديرها كامل دارك ما كتخسر عليك والو، راه زوينه ما تاكلوش الشاي عليها، ساهله وبسيطه. وهذا الشيء انا راه كنديرو تحت الطلب ديالكم. قالوا لي البنات عافاك عطيني شي فوسخه، وهاد الفوسخه كيف ما قلت لكم كتنحي القديم والجديد وتفك عليك العقاد اللي عندك، واي حاجه درتي فيها رجليك سبحان الله كيتسر لك فيها الله الامور، ما تعكزوش شي عليها. وراه دابا الوصفات ديال عاشوره كيكونوا هكذا كامل عام، جربوا الوصفات ها ديال الصابون البلدي، ها ديال الطعريجه، وهذوك الوصفات كامل اللي كاينين في اليوتيوب راه زوينين. ما نقولش لك انا غير الوصفات ديالي اللي ناجحين، الحمد لله كلشي الوصفات زوينين. كاينين الناس اللي كيخربقوا الله يهديهم، وكاينين شي وحدين كيقولوا لي الا كتشفري الوصفات. نقول لكم شي حاجه البنات، هاد الوصفات البنات راه ما عمرهم كانوا ليا، ما عمرناهم انسبتهم ليا انا ولا شي حاجه. هاد الوصفات البنات راه من التراث، راه خلاوهم لينا جداتنا وماواتنا، باش نكونوا متفقين. راه كان ملي كندير شي وصفه كتلقاو شي وصفه مثلا كتكون بحال ولكن مختلفه فشي حاجه، يعني حيت سبحان الله كل واحد وكيفاش كيدير الوصفات ديالو. بحال دابا الطاجين اللي كطيبيه، يعني كل واحد والطاجين القوم كيفاش كيديرهم فيه. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وما تعكزوش شي على الوصفات وردوا البال. واللي عنده شي صحه تنحيه الله يسهل عليها، اللي عندها شي مشاكل مع راجلها الله يفك عليها هاد المشاكل. وراه البنات والله العظيم اللي كيجوني دريات ملي كن يعني كنقلب لهم كتلقاي عندها 40 عام بلا زواج بلا والو، ملي كتقلبي لها كتلقاي عندها شي سحر ولا عندها شي حاجه، كتقولي لها بنيتي فين كنتي حتى لدابا، ولا اختي فين كنتي حتى لدابا. انا تقولي كدوله مشاغل الحياه وداكشي اللي كاين البنات، تسببوا محدكم صغار، كيقول لك الله سبحانه وتعالى سبب عبدي وانا نعاونك، ديري الرقيه ديري، يعني بما انك انت ما كديريش حتى شي حاجه كتادي بها الغير راه الحمد لله، يعني كديري وصفات القبول اللي كنتي، كديري تفوسيخه، كديري يعني انتيا غادي بنيتك، فهمتونا الدريات. والله يسهل على كل وحده، والله يسهل الامور لكل وحده. وحذاري عاوتاني من واحد الحاجه، دوك الناس كيكتبوا لكم في التعليقات انا راه انا فلانه خدم ليا الشيخ فلان ولد فلانه ها هو الرقم ديالو، كنمسح التعليق وكتكتب عاوتاني نفس التعليق. راه انا حذاري ثم حذاري، راه شحال من وحده كتدخل عندهم كتصيفط لها التصوير، كيقول لها صيفطي لها تصويرتك وسميتك وسميت امك، ومن بعد كيهددوها بالتصويره. ايوا انا راه هادشي كنقول لكم غير يعني بغيت مصلحتكم وصافي، يعني باش غدا ولا غدا ما تقولش شي وحده انا تواصلت معاه ولا شي حاجه، انا راه كنتواصل مع الناس، ولكن ردوا البال من هاد الناس. اي وحده كتب لك في التعليق راه فلانه بنت فلانه خدمت ليا ولا شي حاجه، هي كتكذب عليكم، كتخط هذوك الناس كيحطوا لكم النمره. او سبحان الله، راه حنا اصلا حنا العرب فينا واحد القاعده ما نبغوش الخير للخونه. راه انا مثلا نكون مثلا يعني واخا ما فيهش هاد الشيء، شي وحده تكون خدمات لها شي وحده شي وصفه مزيانه ما تجيش تقولها لك، غتستر راسها ما كتبغيش الفضاحه وما كنبغوش نشاركوا الحاجه مع الناس. داكشي علاش راه حذاري ثم حذاري، انا ما مسؤوله على حتى واحد. كنعطيكم الوصفات، كنعطيكم كلشي هنايا، كنحط لكم مره بلاصه باش تواصلوا معايا اللي عندي شي حاجه اللي بغيت نخدم لها شي حاجه على الراس والعين، وما كنبزز على حتى واحد شي حاجه الحمد لله. اللي بغى مرحبا، اللي بغى يخدم الوصفات يعني ما عندوش شي مشكل، خدموا الوصفات سببوا. يعني راه سبحان الله حتى الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، خلق هذا بيض هذا سمر هذا لونه قمحي، هذا طويل هذا قصير، هذه بنت هذه دري، يعني كذلك الوصفات ما تعكزيش البنات وديري النية. كتلقاي العياد في القديم يديروا غير مليحة يقراو عليها شي حاجة ويجيب فيها الله البركة، حيت النية راه الحاجة اللي درتي فيها النية راه كتنجح لك مليون في المية، ما تقوليش ليا أنا ما تنجحش لك. وهذا الشيء اللي كاين، والله يسهل عليكم ويسر لكم أموركم يا ربي، وفيما حطيت رجليكم يا ربي تلقاو غير الخير والربح والتيسير.